لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، إنما يرى في المنام. لا يرى نبينا عليه الصلاة والسلام في اليقظة، إذ أنه عليه الصلاة والسلام ميت، وقد قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. والأنبياء أحياء في قبورهم، لكنهم لا يظهرون للناس ولا يخرجون إليهم يرونهم، ومن قال ذلك فعليه بالدليل، ولا يوجد له دليل. فإذا يرى نبينا في المنام ولا يرى في اليقظة. ما تنشوفوش هكا في اليقظة، احنا واقفين أو جالسين أو ماشيين، يبدو لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن بعضهم يزعم أن النبي يرى في اليقظة عليه الصلاة والسلام، واحتج برواية من طريق الأوزاعي عند الإمام مسلم في صحيحه: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذه الرواية فهمها البعض على أنه سيرى في الدنيا في اليقظة، والرواية وجهها العلماء على أن من رأى النبي فسيراه حقا، وليس معنى ذلك أن يراه في الدنيا، وليس معنى ذلك أنه يراه في الدنيا. فالتمسك بهذه الرواية لا يسعفهم، وقد عول عليها بعضهم، وهي من المعنى الذي أشكل على البعض وتمسك به. وخلاصة القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى في اليقظة أبدا، وما ينبغي لك أن تعتقد ذلك. ثم ما فائدة أن تعول على رؤية النبي في اليقظة؟ هب أنك رأيت النبي في اليقظة وجاز لك أن ترى النبي في اليقظة صلى الله عليه وسلم، ما ينفعك رؤية النبي في اليقظة؟ الناس يعولون على أمور لا معول عليها. هو لا يرى في اليقظة، وإنما يرى في المنام، ورؤيته في المنام بشروطها لا شك أنها شرف للرائي، شرف له أن يرى النبي في المنام عليه الصلاة والسلام، لقوله: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي.